السلام عليكم، مرحبا بكم. مدونة كامل تك جيت اليوم نهضر لكم على كيفاش ديروا رينيسياليزي التلفازة سامسونج بحال هادي، حيت ما فيهاش مود يوزين في السيستم ديالها هنايا، والو ما كاينش، واخا تقلبوا تتعيا وما تلقاوش. فوالا كاين الحل، كاين اللي كيبغي يدير لها الريزيت وما كيلقاش كيفاش. طريقة سهلة، على بركة الله نوريكم. كنطفيو التلفاز ديالنا كيف هكا، وكنستعملو التليكوموند، كنوركو على انفو منو، هاي منو نيت، ونشعلو. هاي نيت باش نوريها لكم مزيان شنو هي نيت. جيت كنقطع بيها الصوت، كنديرو انفو منو نيت، تنتسناو هاد شوية هذا. فوالا كتعطيكم هاد الطابلو هذا كيف كتشوفو دابا، شتي هاهو، كديرو والو، مكديرو والو، كتبقاو هي اوكي بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا، اوكي هاي فاكتوري ريزيت تاعي، اوكي عاوتاني تسناو. فوالا كتعاود تشعلوا التلفازة، كتشعلوا غالي، طريقة سهلة ما فيها حتى تعقيد لا والو. كيطلب لك لي زيتاب اللي كتعرفو ديما، كديرو تعزل اللون، كديرو فرونسي، واش دوميسيل ولا ديمونستراسيون، كديرو اوتيل دوميسيل، ودير روشيرش لو بغيتي دير روشيرش. انا تنحبسو هادشي، كتبقى اوكي فوالا، تيعطيك هاد الديغنوستيك، تعطيك واحد كيفاش تخدم بيها دغيا دغيا وصافي. كنتمنى من هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تابوناو معنا وديروا جيم الفيديو، وتسناو ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا.